ممكن تبدأ دكتور. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بكم مجددا حقيقة في هذا اليوم، اليوم الثاني في الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني. يأتي حقيقة محور هذه الجلسة محورا هاما، وهو عناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني وضيوف جدد، وأيضا رئيسة الجلسة الدكتورة نوف بن سعيد العصيمي. تفضلي دكتورة، الله يحفظك. شكرا دكتور، يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة، ضيوفنا الكرام، متحدثينا الأفاضل. نفتتح بإذن الله جلسات اليوم الثاني من الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني، جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني. ستكون بإذن الله لدينا 3 جلسات لهذا اليوم، تدور حول المحور الثاني من المحاور الرئيسية للملتقى بعنوان عناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني. يقدمها لنا نخبة من الخبراء والمختصين. نبتدأ جلساتنا بمحاضرة بعنوان دور الطالب والأسرة في التعليم الإلكتروني، والتي يقدمها الدكتور يزيد بن أحمد الخريف، الأستاذ المساعد في قسم علوم الحاسب بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقوعية، دكتوراه في أمن الحاسب الآلي ومهتم في مجال أمن المعلومات، التعليم الإلكتروني، الحفاظ على خصوصية البيانات، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. بإذن الله راح تتمحور الجلسة حول النقاط التالية: أركان التعليم الإلكتروني، مزايا وعيوب التعليم الإلكتروني، الأدوار المطلوبة من الأسرة والطالب، كيف ينجح التعليم الإلكتروني. الزمن المخصص للجلسة 20 دقيقة. مرحبا بكم دكتور يزيد. حياك الله. مشكورا يا دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أحب أن أشكر جامعة شقرة على رأسها سعادة مدير الجامعة على دعمهم اللامحدود لمثل هذه الملتقيات. أشكر كذلك وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على ما بذلته لإنجاح هذا الملتقى، متمثلة بسعادة الوكيل وموظفينه الكرام. وأيضا لا أنسى أن أتذكر أن أشكر الجندي الخفي لإنجاح هذه الملتقى، سعادة عميد كلية الحاسب الدكتور سلطان العتيبي، وكذلك المشرفة على التعليم الإلكتروني بالجامعة الدكتورة أسماء. وأخيرا أشكر الدكتورة نوف مديرة الجلسة على مقدمتها. طيب، موضوعنا اليوم حقيقة هو استكمال لحديث ما تم طرحه من قبل كوكبة من الدكاترة بالأمس. فالدكتور عبد الرحمن الغامدي تطرق لأبرز المبادرات في التعليم الإلكتروني وواقعه في السعودية، والدكتور سعد مشكورا تحدث عن التحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني، وأخيرا دكتورة رند مشكورة تحدثت عن تحديات التحول ومستقبل التعليم الإلكتروني. في اليوم راح نركز بشكل أكبر على 2 من أهم عناصر العملية التعليمية، ألا وهم الطالب والأسرة. في البداية نذكر بأهمية التعليم الإلكتروني. إذا أصبح نظام التعليم عن بعد ضرورة ماسة في الوقت الحالي، وقد لجأت العديد من الدول إلى استبدال نظام التعليم التقليدي للنظام التعليم عن بعد، إما بشكل كلي والذي يعتمد على الدراسة بشكل كامل من خلال منصات إلكترونية، أو بشكل جزئي من خلال تقليل عدد الساعات وأيام الدوام المدرسي واستبدال بقية الأيام الدراسية المعتادة الأيام الدراسية الإلكترونية. وفي كلا الحالتين فإن دور الأسرة في التعليم عن بعد يختلف بشكل كبير عن الدور الذي تقوم به خلال التعليم التقليدي من المتابعة والتقويم. مع العلم أن هناك فرق بين التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وسوف يتم مناقشته من قبل الدكتورة فوزية
بإذن الله تعالى. أبرز متطلبات التعليم الإلكتروني ممكن نحصرها في 4 أشياء، ألا وهي البنية التحتية حيث تكون شاملة، ووسائل اتصال سريعة ومعامل حديثة للحاسب، تدريب المدرسين على استخدام التقنية، بناء مناهج ومواد تعليمية جذابة، وتوفير منصة تعليمية. أبرز أهداف التعليم الإلكتروني ممكن نلخصها في 5 نقاط: توفير مصادر متعددة ومتباينة المعلومات حيث تتيح فرصة المقارنة والمناقشة والتحليل والتقييم. فالتعليم الإلكتروني يساعد بشكل أو بآخر على تنمية المجتمع ثقافيا، لأن التعليم لا يقتصر على الدارسين فقط، فالكل يحتاج إلى التعليم. فمن خلال استخدام مصادر متعددة للتعلم، فالفائدة حتما سوف تعم جميع المواطنين. 2، استخدام وسائط التعليم الإلكتروني في ربط وتفاعل المنظومة التعليمية. 3، تبادل الخبرات التربوية من خلال وسائط التعليم. 4، تنمية مهارات وقدرات الطلاب وبناء شخصياتهم لإعداد جيل قادر على التواصل مع الآخرين وعلى التفاعل مع متغيرات العصر من خلال الوسائل التقنية الحديثة. أخيراً، إتاحة الفرصة لكثير من فئات المجتمع للاستمرار في التعليم. التعليم الإلكتروني يتصف بالمرونة والقدرة على التكيف مع ظروف الدارسين. عناصر العملية التعليمية ممكن نختزلها في التي أمامكم 6 عناصر، وهو المعلم، الطالب، الأسرة، الفنيون، الإداريون، المؤسسة التعليمية. فلكل منهم دور منوط به، أوجب عليه مسؤوليات ينبغي القيام بها على أكمل وجه لتحقيق نتائج مثمرة تنعكس بإذن الله على المخرجات. وبحكم ضيق الوقت راح نركز في حديثنا اليوم على 2 من أبرز العملية التعليمية، وهو الطالب والأسرة. دور الطالب في التعليم الإلكتروني، فنظرا لما تمتع به التعليم الإلكتروني من مصادر متنوعة للمعرفة، فالدور للمتعلم ليس فقط كمتلقي، وإنما باحث عن امتلاك المهارات مثل استخدام الكمبيوتر والإنترنت والتعامل واستخدام البريد الإلكتروني. التعلم الذاتي، القدرة على البحث عن المادة العلمية المنشودة، تحديد المعلومات المطلوبة للمحتوى الدراسي، تقييم معلومات التي يستخرجها من هذه المصادر واختيار ما يناسبه منها، نظراً لأن المعلومات في عالم الإنترنت كبيرة وهائلة. أيضاً القدرة على التفاعل مع الآخرين إلكترونياً. لا شك أن جائحة كورونا سرعت من عملية دخول التعليم الإلكتروني في جميع مراحل العملية التعليمية، ولابد أن نذكر أبرز السمات الشخصية التي ينبغي على الدارس التحلي بها. فالدافعية، بحيث يكون لدى المتعلم الرغبة للتعلم وثقة بالنفس حتى تصل المعلومة لذهن الطالب، لابد القضاء على عامل الخوف والرهبة. المثابرة والالتزام يعتبران عاملان مهمان، فالغياب والتهاون وعدم التركيز تقوض عملية التعلم عن بعد. مهارة القراءة والكتابة هي من المهارات المهمة التي ينبغي للمتعلم التحلي بها، مثلها مثل مهارة التعامل مع الحاسب الآلي. مهارة إدارة الوقت، في ظل التعلم الذاتي فإن مهارة إدارة الوقت تصبح أكثر أهمية للمتعلم، وهذا ينطبق تماما على مهارة تحمل مسؤولية التعلم
أما فيما يتعلق بمهارة القراءة النقدية، استرجاع المعلومات، التسجيل الفعال للمعلومات، التعامل مع مصادر الإلكتروني، البحث، اتخاذ القرارات التعليمية، فهي حتما ضرورية للمتعلم عن بعد نظرا كما تحدثنا عنه سابقا للكم الهائل من المعلومات الموجودة في عالم الإنترنت. وأخيراً التنوع في التعليم، فكل طالب يختلف في كيفية التعلم طبقاً للفروق الفردية. دور الأسرة في التعليم، تمثل الأسرة الجزء الأكبر تأثيراً على الأبناء، فلا بد على الأسرة أن يستغلوا هذه النقطة من أجل زرع حب الدراسة عن بعد والتكيف معها. الجيل الجديد يتعامل مع التطبيقات الإلكترونية بكفاءة عالية، وهذا مؤشر إيجابي على نجاح تلقي التعليم عن بعد. ولكن بعض الأبناء يقضي وقتا طويلا في ممارسة الألعاب الإلكترونية بالأجهزة الذكية، وقد لا يتفاعلون مع تلك الأجهزة عندما تكون المادة المعروضة تعليمية، فلا بد من ضرورة تهيئة المناخ المناسب لضمان نجاح العملية التعليمية. التهيئة النفسية كالتخطيط لليوم الدراسي وتخصيص مكان مناسب في المنزل لمساعدتهم في التركيز والإشراف عليهم، وشرح الظروف التي فرضت هذا النوع من التعليم لصغار المتعلمين. التشجيع المعنوي، فينبغي على الأسرة عدم إغفال الجانب المعنوي خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا، فالأهل لهم دور جوهري في تنشئة الأبناء حول طلب العلم. المتابعة المستمرة، فالأسرة تقوم بدورين، الأول هو دور تربوي والآخر هو دور تعليمي، فحرص الآباء والأمهات على المتابعة المستمرة لأبنائهم في دراستهم يغرس الثقة لدى الأبناء ويكسبهم حب التعلم والمشاركة التي يحتاجونها خلال تلقي المعرفة عن بعد. أيضاً التوعية بمميزات التعليم الإلكتروني والتوعية بالمخاطر المحتملة من استخدام الإنترنت، وراح نتطرق لها إن شاء الله في الشرائح القادمة. أيضاً الدكتورة أسماء راح تسهم بشكل أكبر حول هذا الموضوع في محاضرته. عند مقارنة أساليب التعلم الإلكتروني بالأساليب التقليدية، تبين لنا مميزات عديدة للتعليم الإلكتروني. ممكن نذكر منها تجاوز القيود بحيث يكون فيه مرونة عالية، ذاتية التعلم، سهولة الوصول إلى المعلم إلكترونياً، سهولة التقييم للمعلم، استخدام أساليب متنوعة للشرح وإيصال المعلومة للدارسين، تجديد المحتوى العلمي مما يثري المادة العلمية ويشجع الطلاب على المثابرة ومواصلة التعلم. أيضا لا نغفل في تخفيض الأعباء الإدارية. وأخيرا عدم الاعتماد على الحضور الفعلي، وبذلك إتاحة الفرصة للتعلم لشريحة أكبر. ما لا شك فيه أن للتعليم الإلكتروني عيوب كما له مميزات. دكتور يزيد، تفضلي. عفوا للمقاطعة، كان باقي 5 دقائق. طيب، راح أتكلم بشكل سريع إن شاء الله. من هذه العيوب الحاجة لإعداد البنية التحتية، والحاجة لتعديلات كثيرة في المقررات الإلكترونية، وعدم وجود وعي حقيقة كافي لأفراد المجتمع لهذا النوع من التعليم، والحاجة إلى وجود أشخاص مختصين ولديهم الخبرة الكافية لإدارة أنظمة التعليم الإلكتروني. ما لا شك فيه أن التعليم الإلكتروني له فوائد وإيجابيات كما ذكرنا، وأيضا له عيوب مثل الخصوصية والسرية، أي أن ممكن اختراق المحتويات والاختبارات الإلكترونية.
صعوبة استخدام هذه التقنية وتعلمها خصوصا من المعلمين القدامى والحاجة لعقد دورات تعريفية بها. تزداد نسبة التهاء الطلاب في عملية التعليم الإلكتروني، وكذلك خطر تفويت المواعيد النهائية لتسليم المهام. من دون المحاضرات المباشرة قد يفقد الدارسين الحافز والرغبة في التعلم، وقد لا يكون التعليم الإلكتروني فعالا مع الطلاب الذين لا يحسنون العمل بمفردهم. وأخيرا قد يزيد من التكاليف الإضافية على كاهل الأسرة والطالب. التعليم الإلكتروني من جهة لا يلزم المعلم والدارس على تحمل نفقات مرتبطة مثلا بالسكن أو التكاليف السفر أو ثمن الكتب الدراسية وغيرها من مستلزمات إتمام العملية التعليم التقليدي، ولكن قد يرافق هذا النوع من التعليم تكاليف إضافية مثل توفير أجهزة حاسوب مناسبة، اشتراكات في باقات الإنترنت وغيرها. بشكل مختصر، الأمن السبراني في العملية التعليمية أنه من أهم المبادئ لها هو تأمين استمرارية الخدمة التعليمية، الخصوصية البيانات للطلاب وتقييماتهم، الحرص على إيجاد السبل الكفيلة لحماية الطلاب والمعلمين من مخاطر استخدام التقنيات الحديثة. لا يجهل عليكم المخاطر المحتملة من استخدام الإنترنت عموماً، وفي محاضرة اليوم أيضاً استخدام التعليم الإلكتروني من ممكن حدوث بعض الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، اختراق الشبكات، الهجمات التي تهدف إلى إعاقة تقديم الخدمة وإبطاء الاتصال بالإنترنت، ممكن هذا يحدث في أوقات الاختبارات، الأضرار التي تأتي بسبب عدم الوعي أو سوء الاستعمال من بعض الطلاب أو المعلمين. أخيراً نختتم بكيف ينجح التعليم الإلكتروني. فينجح بمدى استجابة الطلاب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه، ووعي أفراد المجتمع بهذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السلبي منه. الحاجة المستمرة لتدريب ودعم المتعلمين والإداريين في كافة المستويات، الحاجة إلى نشر محتويات عالية المستوى في الجودة، وتعديل كل القواعد القديمة التي تعوق الابتكار، ووضع طرق جديدة تنهض بالابتكار في كل مكان وزمان للتقدم بالتعليم وإظهار الكفاءة والبراعة. شكراً على حسن استماعكم وشكرا. يعطيك العافية دكتور يزيد، رائع ما قدمتم. الأسئلة بإذن الله نستقبلها نهاية الجلسات. الآن نبدأ الجلسة الأخرى، وهي جلسة بعنوان مفهوم التعلم الإلكتروني وخصائصه. يتمحور موضوع المحاضرة حول النقاط التالية: تعريف التعلم الإلكتروني، تعريف التعلم عن بعد، أنواع التعلم الإلكتروني، أشكال التعلم الإلكتروني في العملية التعليمية، العلاقة بين التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، خصائص التعلم الإلكتروني، نبذة موجزة عن بعض المصطلحات المرتبطة بالتعلم الإلكتروني كالتعليم النقال والمقررات الإلكترونية ومكونات المقررات الإلكترونية. تقدمها لنا دكتورة فوزية بنت عمر بن عبد الله العبثاني، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملا، دكتورة تقنيات التعلم، مهتمة في مجال التعلم الإلكتروني، تصميم بيئات التعلم الإلكتروني في التعليم العالي، جودة التعليم الإلكتروني، دمج التقنية في التعليم. الزمن المخصص للجلسة 20 دقيقة. مرحبا بك دكتورة فوزية، تفضل. حياك الله دكتورة، حياك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. في البداية أشكر جامعة شقرة لإتاحة هذه الفرصة لنا، كذلك الشكر موصول للدكتورة أسماء والدكتورة نوف على جهودهم وحرصهم وجودة تنظيمهم. أنا رح أستعجل شوية علشان أقدر أخذ راحتي في المحاضرة، معليش. أنا رح أتكلم عن مفهوم التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، لأنه في عبارة قاعدة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإحنا إذا تصورنا الشيء بصورة صحيحة رح يكون حكماً على هذا الشيء صحيح وكافي ووافي، والعكس لو كان المفهوم عندنا في ضبابية أو عدم وضوح أو غموض بعض الشيء حكمنا ما رح يكون صحيح، وبالتالي تصورنا وتقييمنا رح يكون في نوع من الخطأ أو الضبابية.
لذلك أنا اخترت إني أتكلم في هذا عفوا في هذا الجزئية عن مفهوم التعلم الإلكتروني. راح أبدأ أعطيكم فكرة شوية عن التعلم عن بعد، التعلم الإلكتروني وأنماطه، والفرق بين التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، خصائص التعلم الإلكتروني، وين أسعفنا الوقت يعني نتناول بشكل سريع التعلم المتنقل والمقررات الإلكترونية. البحث اللي أنا حطيت صورة فقط منه، يعني صورة من الأبستراكت حقه، هي دراسة عنوانها يتساءل هل بيئات التعلم الإلكتروني والتعلم عبر الإنترنت والتعلم عن بعد هي نفسها بنفس المواصفات؟ قام الباحثون الثلاثة بتطبيق المنهج المختلط ميكس ميثود على الكمي طبعا والنوعي على عينة بلغت 43 من الباحثين المختصين، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة رغم أنهم بيتفقوا على أن هذه البيئات مختلفة في معناها ومختلفة في احتياجاتها وتصميمها، لكن كان هناك عدم توافق وانسجام في التعريفات التي قدمها أفراد عينة الدراسة، مما يبرز الحاجة كما أوصت الدراسة إلى ضرورة وجود تحديد دقيق وشامل لهذه البيئات وهذه المصطلحات بشكل يجعل أولا التصور وبالتالي التصميم والتقييم وإجراء الدراسات حول هذه البيئات التعليمية صحيح ودقيق. التعلم عن بعد، يعني في كثير تعريفات حقيقة التعلم عن بعد، بس الفكرة الرئيسية في التعلم عن بعد قائمة على موضوع التباعد، التباعد في الزمان والمكان بين عضو هيئة التدريس أو المدرس والطالب، فهو نظام تعليمي يقدم فرص تعليمية وتدريبية بشكل ليس فيه إشراف مباشر من المعلم دون التزام بوقت ومكان محدد لمن لم يستطع استكمال الدراسة. سابقاً هذا النوع من التعليم كان يتم بالمراسلة ببعض الأدوات مثل الهواتف، الفاكس، التليكس، التلفزيون التعليمي، الفيديو. وحقيقة كتعليم عن بعد بدأ في القرن في عشرينات القرن 18 حينما بدأ أحد المدرسين واسمه كيليب فيليبس بكتابة دروسه في إحدى الصحف اليومية. بعد ذلك بدأت جامعة بنسلفانيا العريقة في تقديم بعض المحاضرات اللي متخصصة في الهندسة عن طريق الراديو. بعد كذا بدأ التعلم يتبلور بشكل أكثر عن طريق المراسلة واستخدام الأدوات المتوفرة في ذاك الوقت، الإذاعة، الفاكس، التليكس، حتى دخل الحاسب الآلي في فترة الثمانينات، ثم الإنترنت في منتصف تسعينات الألفية الماضية، وفي نهايتها بدأت تتبلور منصات التعلم الإلكتروني وأسهمت في دعم التعلم عن بعد. وبكذا نرى أن التعلم الإلكتروني مثل شكل من أشكال التعلم عن بعد. أما لما نجي لمصطلح التعلم الإلكتروني فالمقالة، وأنا أقول لكم يمكن ناس كثير مختصين يقولون إنه ما في تعريف حقيقي حقيقة إلى الآن، نحتاج جهود توحيد جهود الباحثين والمختصين لإيجاد وبناء تعريف شامل كامل جامع مانع يصف كل عناصر التعلم الإلكتروني في تعريف واحد بحيث يكون في تصور صحيح لهذا المفهوم. يعني أنا الآن لخصت مجموعة من التعريفات من المختصين والباحثين لعل وعسى يعني تعطي فكرة جيدة لهذا المفهوم، لكن تظل يعني نحتاج المزيد من الجهود في هذا الشأن. هو أسلوب للتعلم يعتمد في تقديم المحتوى التعليمي أو التدريبي وإيصال المهارات والمفاهيم للمتعلم أو المتدرب على توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائطهم المتعددة. هنا النقطة المهمة جدا، بشكل منهجي بشكل منظم مبني على أسس تعليم أسس التصميم التعليمي واستراتيجيات النظريات التربوية، وبصورة تتيح للطالب التعلم الذاتي والتفاعل النشط مع المحتوى والمدرس والزملاء بصورة إما متزامنة أو غير متزامنة، سواء كان عن بعد هذه الصورة الكاملة للتعلم الإلكتروني أو في الفصل الدراسي وهو تعلم إلكتروني الجزئي، والهدف إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة. في تعلم إلكتروني متزامن، من كلمة متزامن في نفس الزمن، ممكن يكون الأستاذ في جهة والطالب في جهة لكن الزمن نفسه. وطبعا إحنا جربناها هذه من خلال الفصول الافتراضية، المؤتمرات الافتراضية، لقاءنا الآن اللي قاعدين نعمله هو لقاء افتراضي. شفنا تطبيقات مثل زوم وجوجل هانج أوت وجوجل ميت ولا الفصول الافتراضية الموجودة بالمنصة، والآن بلاك بورد كولابوريت هذا جدا ممتاز البرنامج في يعني تيسير التعلم الإلكتروني المتزامن. في تعلم إلكتروني غير متزامن صورته البسيطة
إن المعلم مثلا يسجل المحاضرة ويضعها في المنصة والوقت اللي يتناسب مع ظروف الطالب، يشوف المحاضرة ويتفاعل معها، أو طبعا بطريقة أفضل إنه يتم تصميم مقرر إلكتروني بطريقة كاملة منهجية، بحيث إنه الطالب في أي وقت يدخل ويقرأ المحتوى ويتفاعل معه ويمضي في المقرر بحسب قدراته وإمكاناته. أدوات التعليم الإلكتروني غير متزامن متنوعة، المدونات والويكي، البريد الإلكتروني، المنتديات، المعامل الافتراضية، وطبعا نظام إدارة التعلم LMS اللي من ضمنها البلاك بورد والمودل. أشكال التعلم الإلكتروني في العملية التعليمية: التعلم الإلكتروني ممكن يكون جزئي، شيء بسيط اللي هو ممكن أنا نستخدم بريزنتيشن أو أستخدم الإنترنت، الحاسب الآلي، برمجيات تعليمية أثناء الدرس اللي هو وجها لوجه، الدرس التقليدي وجها لوجه، استخدم هذا مع طالباتي حتى يكون في نوع من التفاعل، ممكن نوع من التعلم الذاتي، التعلم التعاوني، أطبق مع بعض الوسائط الإلكترونية اللي ممكن تدعمه. في مختلط، في صورتين، صورة قدمها الأستاذ الدكتور محمد سالم، وهي تتم أيضا في الصف لما المعلم مثلا يدخل فقط يمهد للدرس، بعد كذا يطلب من الطلاب إنهم يفتحوا موقع مثلا يعني موثوق يحتوي على معلومات هامة بخصوص المحتوى، يقرؤوه، يتفاعلوا معه، ممكن يتناقشوا، وبعد كذا يناقشهم في المحتوى، وممكن يستخدم برمجية تعليمية يتعلم منها الطلاب الدرس بشكل كامل، فيبقى في الأخير فقط المناقشة، وممكن تستخدم أيضا في استراتيجيات التعلم المقلوب. لكن الحقيقة إذا بنتكلم عن تعلم مختلط بالمفهوم الأجنبي hybrid online courses، أو اللي يسموها أحيانا blended أونلاين كورسز، فهي في الحقيقة هي الصورة الأوضح والموجودة في كثير من الأبحاث، هي الصورة التي تجمع بين التعلم عن بعد الإلكتروني طبعا عن بعد، والتعلم داخل الصف الدراسي. أشار بعض الباحثين إنه تكون نسبة التعلم الإلكتروني ما بين 300 إلى 70 عفوا ما بين 30 إلى 70% يكون الطالب يتعلم هذا المحتوى إلكترونيا عن بعد، في حين يتعلم بقية المحتوى وجها لوجه. فبعض الجامعات مثلا تفترض مثلا انك تجي مرة في الأسبوع، بعضها مرة في الشهر، بعضها مثلا عدة مرات في الترم على حسب كل جامعة. أما التعلم الإلكتروني الكلي بصورته المثالية فهو الآن يندمج مع التعلم عن بعد، ويصبح تعلم إلكتروني كامل يوظف تقنيات الاتصالات والشبكات للتواصل مع الطلاب وتقديم المحتوى بنسبة من 80% إلى 100% أونلاين. هكذا نرى أن التعلم الإلكتروني الكامل يمثل شكلاً من أشكال التعلم عن بعد، زي ما نشوف مثلاً في النموذج اللي أنا وضعته، أنه هنا في هذه اللحظة بيلتقي التعلم الإلكتروني مع التعلم عن بعد، بحيث لما نستخدم هذه الوسائط الإلكترونية وبشكل مصمم بشكل صحيح لتوصيل المقررات وتعليمها إلكترونيا اعتمادا على التعلم الذاتي وتنشيط التعلم النشط للطالب من خلال هذه الأدوات المتوفرة. طبعا التعلم المدمج راح تلاحظوا أنه جزء منه راح يكون عن بعد، جزء منه راح يكون وجه لوجه. التعلم عن بعد له أشكال أخرى لا ترتبط بالتعلم الإلكتروني، والتعلم الإلكتروني له أشكال أخرى لا ترتبط كثير بالتعلم عن بعد. النقطة الهامة جدا اللي أحب يعني أكد عليها يا أخوات الله يعطيكم العافية، إنه التعلم الإلكتروني بصورته الكاملة يعتمد على تخطيط، تصميم تعليمي متكامل ودقيق باستخدام نموذج ممنهج تبنى عليه قرارات تؤثر في جودة التعلم الإلكتروني عن بعد. كما يعتمد أيضا التعلم الإلكتروني على بيئة متكاملة من العوامل المترابطة فيما بينها، وكل عضو راح يأثر في الآخر ويتأثر فيه، وهذه الطريقة النظامية للنظر إلى التعلم الإلكتروني. فأما مجرد استخدام التقنيات وعن بعد ما يعتبر تعلم إلكتروني، لأنه يفتقد لهذه الجزئية المتعلقة بالتصميم الدقيق والنموذج والمعايير اللي يبنى عليها المقررات الإلكترونية. يتميز خصائص المقرر الإلكتروني بعدة خصائص، إنه يستخدم فيه وسائط إلكترونية مثل الكمبيوتر وشبكات وما يرتبط بينها من تطبيقات، وتوظف بطريقة صحيحة للتعلم الإلكتروني. المهم جدا من الناحية التربوية أن يوفر المتعلم تفاعل نشط سواء مع المحتوى التعليمي بحيث يتوفر له عدد من المصادر، فليس المعلم هو الناقل الوحيد للمعرفة، بل يستطيع أن يطلع على عدد من المصادر ويتفاعل معها ويشارك فيها تمارين تكون فيها مناقشات، يتفاعل أيضا مع المعلم مع الأقران إما بشكل تزامني
وإما بشكل غير تزامني من خلال المناقشات من خلال المجموعات التعاونية. يتميز بأنه مرن من ناحية الوقت اللي يناسب الطالب، من ناحية المكان، مو شرط يكون معلم والطالب في نفس المكان، وهذا لما يصير عن بعد. يتميز بأنه سرعة التعلم، فكرة سرعة التعلم أنه الطالب يتعلم بالطريقة، عفوا، بالسرعة اللي تتناسب مع إمكاناته وقدراته. هذا حقيقة المفروض تكون موجودة في المقرر الإلكتروني المصمم بطريقة صحيحة، لأنه الهدف من المقررات الإلكترونية هو الاتجاه نحو تفريد التعلم والتعلم الذاتي. فإحنا إذا وفرنا مقررات إلكترونية متكاملة، الطالب ممكن يتعلم بسرعة إذا هو ما شاء الله سريع التعلم، وممكن يتعلم ويعيد مرة ثانية ومرة ثالثة حتى يصل إلى فهم وتطبيق المقررات اللي تعلمها. المقرر الإلكتروني متمركز حول المتعلم غالباً، وما راح أشرح كثيراً، الدكتور يزيد ما قصر الله يعطيه العافية وشرحها. دور المعلم راح يكون إنه موجه منسق، هو راح يكون طبعاً يقيم عملية التعليم والتعلم، راح يكون أيضاً مصمم للمقررات الإلكترونية، يعني موجه للطلاب في كيفية استخدامها، يوجه ويرشد ويعطي المساعدة وقت الحاجة لها، يدار إلكترونيا بمعنى إدارة إلكترونية في الحضور والغياب، في التسجيل، حتى في الشهادات أحيانا، في بطاقات الطلاب إلى الأخير. ننتقل بشكل سريع للتعلم المتنقل. التعلم المتنقل حقيقة يا أخوات وأخوة هو عبارة عن تعلم إلكتروني، لكن توفرت له أدوات جديدة يجعل هذا التعلم الإلكتروني أكثر مرونة، أكثر تفاعل، أكثر سهولة. هي نوع قدمت خدمات هذه الأجهزة اللاسلكية الصغيرة النقالة المحمولة بشكل يدوي، قدمت خدمة للتعلم الإلكتروني وجعلته أكثر سهولة وأكثر مرونة، حتى أن المعلم يستطيع من خلال هذا الجهاز سمارت فون الصغير أنه ينشئ محتوى، يتواصل مع الطلاب، يقوي يقيمهم، يدمج وسائل التواصل الاجتماعي، يستطيع أنه يزودهم بالملفات اللي يحتاج الطالب لها، سواء كانت PDF، سواء كانت فيديوهات، سواء كانت بريزنتيشنات، أيا كان. وكل التطبيقات متوفرة وبإمكاننا نستخدمها، وبالتالي صار التعلم الإلكتروني ما شاء الله حقيقة في أي مكان، أستطيع في مكان العمل، في البيت، حتى في الطريق، أن الواحد يتعلم من خلال هذه الأجهزة. بشكل سريع نتعرض للمقرر الإلكتروني، طبعا هو يبغى له محاضرة لوحده، بس نعطي فكرة أن هي مقررات يتم إنشائها وتصميمها وتنظيمها وفق أسس علمية، أسس تربوية في التصميم، متعلق بالتصميم التعليمي والمعايير التعلم الإلكتروني. تتضمن أنشطة، مواد تعليمية، محتوى غني بمكونات الوسائط المتعددة التفاعلية والأنشطة التعاونية، المشاركة، الدرجات، متابعة الطلاب. المقرر الإلكتروني له أنواع وأشكال، كل شكل منها يحتاج إلى محاضرة لوحده. في مقررات تحل محل الفصل التقليدي، زي مثلا قديما لما كان الحاسب الآلي كان التعليم في برمجيات ممكن يعني تتضمن مقرر كامل، فالمعلم ممكن يستخدمها مع الطلاب عن بعد حتى يتعلم المقرر بالشكل كامل من خلال هذه البرمجية، زي ما شفنا في التعلم عن بعد قبل ما نستخدم الإنترنت. وممكن مقررات كاملة بس على شبكة الإنترنت، زي ماسيف أوبن أونلاين كورسز موك، هذه وطبعا في موجود لها في الموقع السعودي اللي هو رواق، وفي إثراء، وفي طبعا إدراك وهو موقع عربي، توفر مقررات إلكترونية بالتعاون مع أرق الجامعات العالمية بهدف توفير مقررات كاملة على الإنترنت. في مقررات طبعا نظم إدارة التعلم، هذه معروفة اللي هي بلاك بورد وويب سيتي ونظام جسور والنظام المودل اللي احنا قاعدين نتعامل معاه في الجامعة. وفي مقررات مساندة للفصل التقليدي، إما تكون تعلم مدمج ومقررات موجودة على الإنترنت، وممكن تكون تعلم إلكترون برمجيات عفوا تساعد في الفصل التقليدي. ما راح يعني نتكلم كثير عن مكونات المقرر الإلكتروني، معروفة مكونات، وأتوقع أي أحد دخل المنصة الآن صار عنده فكرة إيش اللي تتضمنه. منصات اللي هي يعني نظم إدارة التعلم، الصفحة الرئيسية، المعلومات المقرر، لوحة النقاش، الواجبات، الاختبارات، الدرجات، أدوات إنشاء المقرر. دكتورة فوزية باقي خمس دقائق، 4 دقائق بس. ممتاز. هو صراحة أنا عندي تساؤل، بس بما أنه ما فيش وقت، يعني أنا راح أطرح التساؤل وراح أجاوب عليه، معلش اعذروني عشان الوقت.
الآن عملية التعليم والتعلم التي تمارس خلال هالفترة، هل تصنف التعلم عن بعد أم تعلم إلكتروني أم تعلم إلكتروني عن بعد؟ يعني يمكن كثير بيختاروا التعلم الإلكتروني عن بعد باعتبار أننا عن بعد وقاعدين نستخدم وسائل تقنية، لكن الحقيقة أن هذه القضية مهمة جدا، وتمت مناقشة هذا الموضوع في بعض المؤتمرات، وهناك مقال جيد لبعض الباحثين الأجانب وتكلموا عن هذا الموضوع وقالوا خطأ أن نسمي هذا التعليم في خلال هذه المرحلة بتعلم إلكتروني، لأن التعلم الإلكتروني بمفهومه الشامل يحتاج لتصميم منهجي دقيق يقوم على أسس ومبادئ التصميم التعليمي وفق معايير محددة يتم اعتمادها في تصميم وتقييم المقررات الإلكترونية بشكل صحيح يضمن جودة المخرجات، لأننا إذا ما صممنا صحيح ما رح نضمن جودة المخرجات أبداً. كمان ممكن المقررات الإلكترونية تحتاج إلى أشهر في إعدادها حتى نضمن إنها تؤدي الأهداف التي أنشئت من أجلها، نضمنها الجودة الصحيحة. أطلقوا على الوضع الحالي في التعليم التعليم الطارئ عن بعد Emergency Remote Teaching، تعليم طارئ عن بعد، وهو مصطلح جديد جديد بالدراسة ونستطيع أن نستخدمه وقت الأزمات حينما نحتاج إلى هذا النوع من التعلم في أي أزمة، وقانا الله وإياكم كل شر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويعطيكم ألف عافية وشكرا لاستماعكم. شكرا لك دكتورة فوزية، جميل جدا ما قدمتي دكتورة، أجدتي وقتك فيك، يعطيك العافية. ننتقل الآن للجلسة الثالثة والأخيرة لهذا اليوم بعنوان الاستعداد للتعليم الإلكتروني. ملخص الجلسة: استعداد المؤسسات التعليمية للتعليم الإلكتروني، التهيئة التقنية والبيئية في بيئة المعلم والمتعلم، وسائل مهمة في عملية التعليم الإلكتروني. تقدمها لنا دكتورة أسماء بنت حسن الشهري، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بدرمة، دكتورة في علوم الحاسب من معهد الأمن السبراني بجامعة تكساس في أمريكا، مهتمة في أمن المعلومات، التحكم بالدخول، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء والتطبيقات الذكية. تفضلي دكتورة أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك دكتورة على هذا التقديم، وأشكر معالي رئيس الجامعة على رعايته وتوجيهاته لهذا الحفل وهذا الملتقى، كما نشكر وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لتنظيمها لهذا الملتقى ودعم من كلية الحاسب وتقنية المعلومات وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني. كما أشكر المتحدثين السابقين دكتور يزيد ودكتور فوزية، فقد أشبعوا الموضوع يعني من نواحي عدة. في موضوع اليوم بإذن الله راح أركز أكثر على الواقع، واقعنا الحالي وما يعني مرت به الجامعة من ظروف من بداية اللي هو إنشاء التعليم الإلكتروني إلى لحظتنا لهذا اليوم. راح في البداية راح أتكلم عن ما استعدادات المؤسسات التعليمية للتعليم الإلكتروني، وكيف خاضت التجربة جامعة شقراء للاستعداد لعملية التعليم الإلكتروني. المحور الآخر التهيئة التقنية والبيئية، وقد أقصد أكثر هذا في مجتمع الطالب وما قدمه المجتمع أو الأسرة للطالب لعملية التهيئة للتعليم الإلكتروني. أخيراً راح نلقي نظرة على بعض الوسائل المساندة في عملية التعليم الإلكتروني. أولاً استعداد المؤسسات التعليمية للتعليم الإلكتروني. عادة يمر التعليم الإلكتروني بمراحل أساسية من التخطيط، يبدأ بالتخطيط، إنشاء فرق العمل، عمل أهداف المؤسسة، الخطط الاستراتيجية والخط الزمني، من التخطيط حتى الاختبار والإطلاق والصيانة. ثم تمر بمرحلة التصميم. التصميم نحتاج فيها متطلبات، نحدد المتطلبات لأنظمة إدارة التعلم أولا، أيضا الآلية المتبعة في التعليم الإلكتروني، هل يعني نرغب مثلا التعليم الإلكتروني يكون مدمج أو مثلا يكون تعليم 100% عن بعد، أو يكون مثلا يعني هنالك عدة آليات متبعة في التعليم الإلكتروني تحدد في عملية التصميم. المرحلة الأخرى اللي هي عملية التطوير،
وهي تشمل تطوير لنظام إدارة التعلم وتجهيز البيانات الأكاديمية وسحبها من عمادة القبول التسجيل وتجهيزها في نظام إدارة التعلم. نأتي للمرحلة عند تجهيز النظام وتجهيز البيانات، هنالك مرحلة لابد أن يدخل فيها اللي هو الاستعداد للتعليم الإلكتروني. لابد أن تدخل بمرحلة التدريب، ومرحلة التدريب قبل عملية التدريب لابد التأكد من دخول جميع المستخدمين التجريبيين بنجاح، ثم تقديم لهم الأدلة الإرشادية سواء كانت مقروءة أو مرئية، كذلك حضور الورش العمل والتدريب اللازم لتخطي هذه المرحلة التجريبية. بعد كذا نحتاج ناخذ منهم فيدباك أو التغذية الراجعة، وما تسمى بالاختبار. نختبر الفيدباك اللي حصلنا عليه من المتدربين ومن المستخدمين التجريبيين، ثم نعمل اختبار مرة أخرى للنظام وتطويره، وفي النهاية إطلاق رسمي للنظام، ويكون هنالك متابعة مستمرة عن طريق عمل التحديثات اللازمة والصيانة المستمرة. الآن تجربة جامعة شقراء، تجربة جامعتنا في هذه المراحل، إحنا قبل الجائحة كنا نعمل على عملية التخطيط، وكانت الجامعة لديها فرق العمل، هنالك خطط استراتيجية. طبعا من ناحية التصميم هنالك نظام إدارة تعلم تم تحديد متطلباته بنجاح. كان هنالك أيضا في مرحلة تطوير تم تطويره وتنصيبه، وكان النظام فعال. كان هنالك عندنا في مرحلة تطوير فقدان البيانات الأكاديمية، فلم تنصب البيانات الأكاديمية 100% قبل مرحلة اللي هو ما قبل الجائحة. ولكن هذا النقص في مرحلة التطوير. ولكن كان عندنا تدريب، تم عمل تدريب لعدد كبير من المنسقين في الكليات، وذلك كان في نهاية عام 2019 تقريبا. كان هنالك عمل ورشات، أو عفوا بداية 2019 عمل ورشات تدريبية على مستوى المناطق، حضرها عدد من المنسقين بالكليات. أيضا قبل الجائحة بشهر تم التواصل مع جميع المنسقين، وتم إتاحة الدخول لهم للمنصة بنجاح. أيضا المنسقين تم توجيههم بربط مقررات دراسية وتفاعلوا مع المقرر بنجاح. لما حصلت الجائحة عندنا، طبعا ما كان النظام مطلق بشكل رسمي، وإنما كنا نعمل جميعا كمنسقين وكوحدة للتعليم الإلكتروني كمستخدمين تجريبيين. لما حدثت الجائحة كانت هذه نقطة انطلاق رسمية، وأنا أعتبرها نقطة نوعية للجامعة، حيث انتقلت بشكل فريد ونوعي وسريع من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني. ولعلي لا أسمي التعليم الإلكتروني عشان دكتورة فوزية ما يعني تزعل علينا، لأنها كان عندها بعض المعايير لتسمية التعليم الإلكتروني، ولكن خلونا نقول تعليم حقق، خلونا نقول أساسيات في توفير. أول شيء وفرنا النظام كان متوفر، أتيح الدخول لجميع الطلبة بشكل سريع ولجميع الأعضاء. نصبت المقررات، طبعا البيانات الأكاديمية تم يعني رفعها بشكل سريع جدا، قد يكون هناك بعض البيانات مفقودة، ولكن تم يعني خلال أيام أو خلال أسبوع تم تلافي هذه المشكلة بشكل سريع بمساعدة ودعم من كلية الحاسب وتقنية المعلومات. فتضافرت الجهود ما بين وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وعمادة تقنية المعلومات، تضافرت الجهود لإطلاق النظام، وكانت تجربة فريدة نوعية أثبت فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة بأنهم قابلون للتغيير في أي ظرف من الظروف الاستثنائية. الآن نحن الحمد لله يعني قطعنا شوط كبير في التعليم الإلكتروني في أقل من سنة. الآن نعتبر نحن منافسين لكثر عدد كبير من الجامعات في التعليم الإلكتروني، ونحن بإذن الله بصدد إطلاق مقررات للمقررات العامة، بحيث تكون طبعا حسب المعايير اللي ذكرتها الدكتورة فوزية، اللي هي معايير الكواليتي ماترز، يشرف عليها خبراء مختصين لتطوير هذا المقرر بمساندة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية،
بإذن الله ترى النور قريباً. هذا ما يخص باستعداد المؤسسات التعليمية للتعليم الإلكتروني وتجربة جامعة شقراء خلال الجائحة في خوض هذه التجربة. النقطة الأخرى اللي هي التهيئة التقنية والبيئية. لعلي أركز قليلا على التهيئة التقنية وتأتي أكثر من الآن في الوضع الحالي، لابد أنها تكون من الأسرة أو من المجتمع المحيط بالطالب. فالآن لابد ثلاثة أشياء لابد توفر للمتعلم وأيضا لعضو هيئة التدريس لكي يتواصل مع الطرف الآخر بنجاح: جهاز إلكتروني، طبعا سميته هنا جهاز إلكتروني اللي راح أفصل فيه بعد قليل، جهاز إلكتروني ذو معايير مناسبة وجيدة، طبعا لابد يكون فيه صوت وكاميرا في بعض الحالات، وشبكة إنترنت مناسبة. الجهاز الإلكتروني، طبعا في ناس يتفاعلون مع الأجهزة اللي هي أجهزة الحاسب المحمول أو أجهزة الكمبيوتر. هنالك عدد يتفاعل مع ماذا؟ مع يتعامل مع ماذا؟ يتعامل مع الأجهزة اللوحية أو يتعامل مع اللي هي الجوالات. طبعا من يتعامل مع الجوالات هذا لا يعتبر تعلم إلكتروني لكثرة المشتتات الموجودة داخل الجوال. بمجرد ما يفتح الطالب الجوال ويتواصل مع المعلم من خلال الجوال اللي هو الهاتف المتنقل، يكون هنالك من المشتتات العديدة، من التطبيقات، من تطبيقات اللي هي الألعاب، تطبيقات التواصل الاجتماعي. فمهم كعضو هيئة تدريس بمجرد ما يشوف الطالب اتصل بالجوال أن يحثه، طبعا وليس يجبره، أن يحثه أنه يدخل بجهاز الحاسب المحمول أو الجهاز اللوحي على أقل تقدير. طبعا الجهاز الحاسب المحمول او الجهاز الكمبيوتر اللي هو الديسكتوب يوصى جدا باستخدامه في عمليه التعليم الالكتروني. لماذا؟ لانه هو يعني ممكن ان يتفاعل مع المستخدم لانتاج محتوى، بينما الجوالات او مثلا الالواح الايباد وما شابه ذلك هي اكثر للقراءه للتصفح، ليست اجهزه انتاجيه. الآن الجهاز الإلكتروني أو خلينا نقول الديسكتوب أو اللابتوب، لما أحد مثلاً حابب إنه يقتني جهاز، هل أنا أقول والله ما أبي أقتني إلا جهاز مثلاً أبل أو ما أبي إلا ديل؟ طبعاً أهم ثلاث معايير لابد أن الشخص يعني يركز عليها ليست الشركة وإنما البروسيسور والرام اللي هي الذاكرة العشوائية والقرص الثابت. ثلاثة معايير، إذا كانت معاييرها جيدة إذا في هذه الحالة يمكنك شراء هذا الجهاز. طبعا إحنا ما نقول روح اشتري مجمع، وإنما يكون من شركة عالمية معروفة مثل ديل، مثل أبل، مثل اتش بي، شركات معروفة. نجي للصوت والكاميرا. الصوت والكاميرا طبعا مهم جدا أن عضو هيئة التدريس يتفاعل مع طلابه من خلال الصوت والكاميرا ايضا. طبعا ان استطاع، خاصه اللي هو الجانب شطر الطالبات قد لا يعني يتاح انه تفتح الكاميرا عند الطالبات، ولكن ان اتيح واستطاعت عضو هيئه التدريس خاصه ان تفتح الكاميرا كان بها، لانه عمليه التفاعل مع العضو لما يكون يعني صوت وصوره مختلفه تماما عن لما تكون فقط صوت. الكاميرات في السوق كثيرة طبعا، غالبا تجيك في طبعا في لابتوبات او اجهزة تجيك مدمجة معها، ولكن في حال انه يعني تم شرائها من السوق يفضل الا تقل عن 700 بكسل. الصوت طبعا، الصوت انا الان يعني يفضل الصوت انه يكون من خلال مايكروفون منفصل، يتم شراء مايكروفون منفصل. ولكن في بعض إذا حد يسألني الآن هل الميكروفون منفصل أفضل أم المدمج، راح أقول منفصل ولكن بمعايير معينة. هنالك ميكروفونات منفصلة ولكن مثلا تكون الوايرلس فيها يعني غير جيد، تكون ذات جودة سيئة، بمجرد ما يتحدث العضو هيئة التدريس أو الطالب يحصل هناك تشتت للطلاب وتقطيع في الصوت. النقطة الأخيرة اللي هي أهم نقطة عندي اللي هي شبكة الإنترنت. طبعا إحنا في الوكالة يجينا كثير من الملاحظات إنه مثلا المنصة ما تفتح، أو إنه مثلا
تفاعلت مع خدمة معينة في الجامعة ولم أستطع الدخول لها. نحن في الجامعة وفرنا الخدمة، نعم صحيح قد يكون في بعض الحالات يكون في ذروة للاستخدام، ولكن شبكة الإنترنت لدى الطالب مهمة جداً، ومهم أن يختار الطالب أو عضو هيئة التدريس أن يتصل بالشبكة من خلال خلينا نقول كيابل، بمعنى يعني بمعناه المبسط، ممكن يكون كيبل يشبك إلى طبعا الوايرلس، إحنا ما نقول الوايرلس سيء، ولكن لرفع جودة الاتصال بحيث إنه ما يكون فيه تقطيع أو ذبذبة في الصوت، يكون الاتصال من خلال الكيابل. وحين استخدام الكيابل لو تلاحظوا معي هنا في الليفت سايد هنا الكيبلز تكون نوعيات محددة، فالكيبلز اللي مسماها كات 6 وكات 7 ينصح باستخدامها. لما تشيك على الكيبل وتجد ان الكيبل كات 4 او كات 5 ينصح باستبدال هذه الكيابل بكيابل كات 6 او كات 7. وعند استخدام الكيابل نتطلع انه يكون في طبعا الكيبل ما يكون فيها كثير من المشاكل زي ما يكون في وايرلس، لما يجتمعون مثلا 6 7 اشخاص على الوايرلس يكون في ضغط على الشبكه، فمساله اللي هو الكيبل تقلل الضغط على الشبكه نوعا ما. ايضا يكون يستحسن استخدام الكيابل وتكون بعيده عن التيارات الكهربائيه، حيث أنه التيارات الكهربائية قد تؤثر في جودة الاتصال. طبعاً لو ما توفر للمستخدمين الكيابل أكيد أنهم راح يستخدمون شبكات الوايرلس اللي هو الواي فاي. الواي فاي هنالك أنواع، وهذه نقطة جداً مهمة لابد أن الجميع يعني ينتبه لها. هنالك واي فاي منذ ابتدأ من عام 1997 إلى الآن طلعت خلينا نقول إصدارات متعددة. الحالي اللي موجود في السوق ويعني موجود بكثرة اللي هو 802.11n و 802.11ac، ويفضل طبعا الآن ال 5G موجودة يعني ووفرتها شبكات الاتصال، عفوا شركات الاتصال وفرت الانترنت 5G. طبعا في حال كان لديك 5G بالتأكيد راح تحصل على النوعية الواي فاي اللي هو 5.2.11ac. في الغالب راح نجد في السوق هذه النوعين وهي الأفضل في الاستخدام. طبعا النوع اللي هو في 2009 فارق جدا عن النوع 2013. الـ N سرعته الماكسيمم سبيد هنا معايا الماكسيمم سبيد 600 ميجا بتس بير سكند. الآن الفرق بين الـ N وبين الـ AC فارق جداً بمعدل يعني تقريباً 3 أضعاف، فنجد هنا أنه الـ Maximum Speed للـ N 600 ميجابت and for الـ AC 3 جيجابت بير سكند. بالتالي من المهم أنه المتعلم سواء كان متعلم أو عضو هيئة تدريس يشيك على المودم عنده. إذا كان من هذه النوعيات إذا كانت A أو G يستحسن أو يعني ننصح بتغيير هذه النوعية من الواي فاي إلى أنها تكون أحد هذه النوعين، ويفضل طبعاً اللي هي باللون الأخضر. الآن أحد يسألني أنا كيف أعرف نوعية الواي فاي عندي؟ طبعاً هذا شيء تقني جداً، ولكن أحببت أني أذكره سريعاً. ممكن أحد يصور هذه الشاشة؟ تفضلي دكتورة. دكتور عاصمة 5 دقائق باقي. طيب إن شاء الله. هذه الطريقة يعني السريعة والتقنية للحصول على نوعية الواي فاي لديك. في حال كان لديك ويندوز ممكن تحصل عليها من عند اللي هو الشبكة بالنقر عليها، وراح تجد فيها إيش معلومات اللي هي الراديو تايب، راح تجد هنا هذا النوعية. طبعا نوعية جي إذا كانت نهايتها جي تكون نوعا ما قديمة، فينصح باستبدالها بالاي سي او الان. في الماك ممكن يتم الحصول عليها من علامة الابل، النقر عليها ثم النقر على تقارير النظام، تحصل على هذه الشاشة ثم النقر على واي فاي للحصول على
نوعية الواي فاي المتواجدة عندك. هنا عندنا هذه الواي فاي زي ما انتم شايفين هنا نهايتها N. زي ما حكيت لكم يستحسن انها تكون اما نهايتها N او تكون AC. طبعا هذا يسمونه واي فاي 5 اند واي فاي 6. التهيئة البيئية. التهيئة البيئية أيضا من الأهل زي ما ذكر الدكتور يزيد، من المهم إنه الأهل يوفرون أولا المكان المناسب للطالب، الهدوء، فلا يعني ممكن لو وفرت المكان المناسب للطالب، ولكن خلينا نقول العائلة لا توفر الهدوء للطالب. حتى عضو هيئة التدريس يتطلب إنه يكون المكان اللي هو فيه هادئ كي يقدم المادة العلمية بنجاح. الإضاءة. الإضاءة إضاءة الشاشة مهمة جدا للطالب وللعضو هيئة التدريس. بعد فترة وفترة لابد إنه عضو هيئة التدريس والطالب يعني يغير النظر، يعني يغير نظر اتجاه إما لمنطقة بعيدة 6 متر عنه، يحاول يحدق في منطقة بعيدة ويخفف الإضاءة من الجهاز، ذلك حفاظا على صحته. أيضا التهيئة البيئية، خلوني أقول والنفسية، حرصت وزارة التعليم على توجيه أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وخاصة في الجانب النفسي. الجانب النفسي وخاصة في فترتنا الحالية مع الحجر اللي حصل قبل فترة، بعد كذا عملية التعليم عن بعد، فيحصل للطالب ضغط نفسي، وخصوصا الطلاب الحريصين جدا، وهذه يعني ممكن تصلنا بريد من طالب معين يعني شيء ما له علاقة بالتقنية، نجد أنه مثلا لا أستطيع إكمال الفصل لظروف معينة نفسية. فهذه الحالات لابد أنه الأهل أولا يحتوي الطالب نفسيا، يشعره بالأمان والطمأنينة. التشجيع من الآباء مهم جدا. أيضا مهم أنه الطالب يمارس هوايات مختلفة، فيعني لا يظل من الصباح إلى الليل هو على الجهاز، لابد أنه يتحرك، يقوم بالخروج، العمل يعني ما يرغب فيه الطالب. طبعا هذا لا يشمل فقط الطالب وإنما أعضاء هيئة التدريس علشان الجميع يكون راضي. أيضا عضو هيئة التدريس مهم جدا أنه يمارس هواياته بعيدا عن الجهاز الإلكتروني. أيضا الحرص على أنه يقسم الزمن في المنزل، فيكون مثلا لهم فترات لا يعني يجلسون فيها على الأجهزة، بحيث أنه الطالب ممكن يقول أنا الآن أدرس، بينما يكون الطالب هو فعليا إما أنه يلعب، يتصفح يعني مواقع لا تفيد. بالتالي لابد أنه يحدد للطالب أنه لديك فترات لابد أنك يعني تمارس فيها أشياء مختلفة عن الجلوس على جهاز الحاسب أو المحمول. أيضا لابد يكون فيه اللي هو ابتعاد عن تلقي الأخبار السيئة من مصادر الغير رسمية. كثير من الأشياء لابد أنه الأعضاء الآباء أو أولياء الأمور يحتوون أبنائهم فيها، وخاصة اللي هو الجانب النفسي. بعض الوسائل المساندة في عملية التعليم الإلكتروني ولعلي أفصل فيها بعد قليل: الأدلة الإرشادية، منصات التعليم المفتوحة، قواعد البيانات، الخرائط الذهنية، ووسائل مشاركة الملفات. فعلى سبيل المثال الأدلة الإرشادية، الأدلة الإرشادية، تفضل دكتور. انتهى الوقت دكتورة، مع التعليم. لعلي لو دقيقة معلش دكتورة، بس أذهب للتوصيات دقيقة. لعلي بس أعرج على الموقع الإلكتروني الإرشادي، مهم جدا أنه يحصل عليه جميع أعضاء التدريس والطلاب في الجامعة، حيث أنه يشرح شرح تفصيلي لجميع الأدلة سواء كانت مقروءة أو كانت مرئية موجودة في هذا الموقع. ياليت الجميع يضع برينت سكرين لهاللينك، بحيث أنه يحتاج أي شيء يعرف عن المنصة أو الأدلة للوصول للأعضاء في عمادة تقنية المعلومات بإذن الله من خلال هذا الرابط. ايضا عماد تقنية معلومات عملت مبادره انه اتاحت المنصات التعليم المفتوحه لجميع اعضاء هيئه التدريس والطلاب في فصل الصيف، فكان فيه الاف من المقررات تم تصفحها خلال فتره الصيف.
هذه نقطة جدا مهمة. المكتبة الرقمية السعودية، المكتبة الرقمية السعودية وفرتها كقواعد بيانات للطلاب، جامعة شقراء وفرتها للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس. الآن أي عضو هيئة التدريس أو طالب ممكن يسجل عن طريق البوابة الجامعية، يدخل اليوزر نيم والباسورد الخاص به. في الخدمات زي ما أنتم شايفين في الخدمات أعلى، راح تقدر تصل للمكتبة الرقمية السعودية بسهولة وبشكل مجاني. التعاون مشاركة الملفات من خلال جوجل درايف، الخرائط الذهنية جدا مهمة في عملية تلخيص المحتوى التعليمي. أخيرا التطلعات، ووضعت أنا الأسر قبل المؤسسات التعليمية، لأنه في هذا الوضع الحالي المؤسسات التعليمية تحاول تدعم، ولكن إن لم تتعاون الأسرة فلا نجاح للتعليم الإلكتروني. فالأسر لابد أنها تكون مساعدة مستمرة للطالب بتوفير البيئة رقم واحد، والدعم النفسي المستمر، الدعم النفسي المستمر جدا مهم. رقم اثنين، المتابعة المستمرة لتقدم الطالب وحالته الدراسية، فلابد أنه نعرف هل هذا الطالب فعلا يدخل المحاضرات، بالتواصل مع الجامعة وأعضاء هيئة التدريس أو المعلم. الرفع للجامعة بحالة الطالب، إذا كانت الأسرة تمر بظروف سواء كانت مالية أو حتى الطالب يمر بظروف نفسية، هذه مثل هالشغلات لابد أنه يعني ترفع هذه المعلومات للجامعة، ويعني يكون على علم فيها أعضاء التدريس الجامعة لتقديم الدعم المناسب لهذه الأسر. أخيرا المؤسسات التعليمية لابد أنها تتابع احتياجات المتعلمين، هذا رقم واحد. التأكد من هوية المستخدمين باستمرار وخاصة الطلاب، حيث يردنا الكثير من البريد الإلكتروني من الطلاب ليس له علاقة بجامعة شقراء، فلا بد أن يوجه للطالب بمجرد ما يرسل بريد إلكتروني من بريد مجهول وليس البريد الجامعي يتم الرد عليه، نأمل منك التواصل معنا من خلال بريدك الإلكتروني الجامعي. أخيرا حث الطالب المستمر على المساهمة والمشاركة. طبعا الآن زي ما أنتم عارفين التعليم عن بعد، والطلاب إلا أن يتم يعني عمل مناقشات معه ومحاورة، قد يعني الجانب النفسي والجانب مهارات الحوار تقل عنده. بالتالي لابد يعني أنه يحرص عضو هيئة التدريس أنه كل محاضرة، ما أقول يمر على كل الطلاب، ولكن كل محاضرة ينتقي مجموعة منهم أنهم يتفاعلوا مع المحاضرة اللي بعدها، بعد كذا ينتقي مجموعة أخرى، حيث أنه يحرص أنه الجميع مشارك ومساهم. هذه بعض التطلعات، هناك تطلعات عديدة ولكن هذه ملخص. شاكرة لكم جميعا، وشاكرة لك دكتور نوف، واعتذر عن الوقت الزائد، وشاكرة لجميع الحضور وقتهم وحضور. شكرا لك دكتورة أسماء. الآن الوقت متاح للأسئلة، إذا كان أحد عنده أسئلة. دكتورة فوزية، في سؤال، الفرق بين التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني؟ دكتورة فوزية، هلا وضعته. يعني أما أنه نشرح هذا إن شاء الله خلال بس ما في مشكلة نتعرض له مرة ثانية. التعلم عن بعد يقوم على فكرة التباعد الزماني والمكاني بين المعلم والطالب، وكان له أشكال متعددة. يعني زمان كان بالمراسلة، باستخدام الهاتف، باستخدام التلفاز إلى الأخير. بعد ما دخل استخدام التقنية، شبكة المعلومات وتقنية الاتصالات وتقنيات التعليم بمختلف أنواعها، بدأ يتجه نحو استخدام الإلكترونيات في التعلم عن بعد. فهنا يعتبر البعض التعلم الإلكتروني عن بعد هو شكل من أشكال التعلم عن بعد.
وفي المقابل أيضا التعلم الإلكتروني له أشكال، بعضها يكون جزئي داخل الصف الدراسي، بعضها يكون مدمج يجمع بين التعلم مع بعد التعلم الإلكتروني. التعلم الإلكتروني الكامل يعتبر عن بعد أيضا، وتستخدم فيه زي ما ذكرنا مبادئ للتصميم تقوم على مراعاة إنه بيئة تعلم عن بعد وبيئة إلكترونية. أتمنى تكون الصورة اتضحت. اتضحت، شكرا لك دكتورة فوزية، يعطيكم العافية. انتهى الوقت المخصص. ما هي أفضل الطرق؟ السؤال: ما هي أفضل الطرق لتحفيز الطلبة للمشاركة والتفاعل مع التعليم الإلكتروني؟ أي من المتحدثين؟ طب يعني لو أتكلم أنا بشوية بموضوع التحفيز، لأنه هو موضوع التحفيز مرة 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 مهم. التحفيز إحنا عندنا بالأسف قائم فقط على الدرجات، بدون فكرة في بناء المهارات وبناء في المعلومات. علشان كده إذا الموضوع موضوع درجات، الطالب ممكن يشتري المشروع وينزله في المنصة وانتهى الموضوع. لازم إحنا نبدأ نحاول نزرع في طلابنا إن اكتساب المهارات والمعلومات هذا ينفعهم في حياتهم وفي مستقبلهم المهني. ولو كان درجاتهم عالية بدون ما يكون عندهم المهارات المطلوبة ما رح يستفيدوا. علشان كده احنا نشوف طلاب يبحثوا عن مواقع زي الموت، زي مواقع الإثراء والإدراك وغيرها، حتى ورواق، حتى ياخذوا مع الكلاسات بدافع ذاتي. فأول حاجة التحفيز يعني يكون من الداخل، من الأهل، زي ما ذكرت الدكتورة أسماء، الأهل يكون لهم دور في التحفيز الداخلي، إحنا كلنا دور في التحفيز الداخلي، يبين لهم إنه عصر القادم مش عصر الدرجات كذا، ما هو نبغى الدرجات ما قلنا لا، بس عصر المهارات. إذا ما عندك مهارات، ما عندك معلومات الكافية تتمكن فيها من تخصصك، راح تستبدل بغيرك. ضروري ننبه على هذه النقطة من قبل الأهل، يكون في توعية من قبل المعلمين. النقطة الثانية، يبدأ التحفيز من خلال تشجيع والمجموعات التعاونية، لها دور صراحة في تشجيع الطلاب لأنهم يساعدوا بعضهم البعض ويعلموا بعضهم البعض من خلال وجود مشرف على كل مجموعة تعاونية يوجههم. طبعا بالإضافة إلى الطرق التقليدية للتشجيع اللي ممكن يستخدمها المعلم. فيبدأ حقيقة أنا أرى أن التحفيز والتشجيع يبدأ من التحفيز الداخلي الذاتي. شكرا، يعطيك العافية دكتور فوزية. العفو يا كريم. انتهى الوقت المخصص للأسئلة. أشكر جميع المتحدثين، بارك الله فيكم. جميع المحاضرات كانت كافية ووافية وشاملة، واستفدنا جميعا منها، شكرا لكم. اسمحوا لي في نهاية هذه الجلسة أن أتقدم بالشكر الجزيل لراعي هذا الملتقى سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف. أيضا أتقدم بالشكر لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وعمادة تقنية المعلومات ممثلة في الدكتورة أسماء الشهري. شكرا لك دكتورة أسماء على جهودك. أيضا أتقدم بأجزل الشكر وأوفى لمهندس هذا الملتقى سعادة الدكتور سلطان بن رفاع العتيبي حفظه الله. شكرا لكم حضورنا الكريم واستودعتكم الله. المايك معك دكتور سلطان. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقيكم إن شاء الله بإذن الله غدا في جلسة جديدة وبمحور جديد بإذن الله ومحاضرين جدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.